بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكملة لمحاضرات الكومبوننت وهو جرانيو سايت كوليكشن، محاضرة بسيطة سريعة كده بس عشان نبقى كملنا كل الكوليكشن الكومبوننت كوليكشن. جرانيو سايت مين اللي هو بيتعمل له كوليكشن بالافريسيس؟ الـ ABB ستاندرد قايل إنه 75% من الكوليكشن لازم يكون أكتر من يحتوي على أكثر من واحد في 10 أس 10 جرانيوسايت في اليونت الواحدة. يمكن الثرابيتك دوز الأدلت غير محددة حتى الآن، ولكن بالنسبة للإنفانت بتبقى محددة من 10 5 إلى 10 ملي لكل كيلو تقريبا. دي حتى منطبقة على كتير من الكومبوننت الأخرى زي البلازما والبليتلت. إحنا عشان نظرا لأنه الجرانيوسايت بتبقى أقرب شيء في المحاضرات السابقة، جبنا صورة للبافي كود بيبقى عامل إزاي، وأقرب شيء للآر بي سيز بيبقى الجرانيوسايت، فبنبقى محتاجين إن إحنا نفصل شوية ما بين الجرانيوسايت والآر بي سيز، فبنستخدم بعض الحاجات، بعض السيدمنتين ايجنت زي مثلا الهيدروكسي إيسايل ستارش، بحيث إنه يزود نسبة يعني هو بيدخل بيعمل زي طبقة عازلة ما بين الاثنين، ما بين الجرانيوسايت والار بي سيز، وبالتالي الديفايس يقدر الافريس ديفايس يقدر يدخل ويسحب الجرانيوسايت بسهولة. من ضمن الحاجات اللي بتستخدم ايضا عشان تزود نسبة الجرانيوسايت وهي الكورتيكوسترويد. الكورتيكوسترويد بيزود نسبة الجرانيوسايت في السيركوليشن للضعف، وبيبقى تقريبا بيستخدم البريدنيزولون، بيستخدم بجرعة تبقى 60 مللي جرام يا إما مرة واحدة أو بتقسم على اثنين، أو ممكن يستخدم الديكساميثازون أولسو برضو بيستخدم 8 مللي جرام مرة واحدة. طبعا المشكلة كلها في مشاكل الكورتيكوسترويد، بيبقى في هايبرتنشن ودايابيتس. كل هذه البيشنت الهايبرتنشن والدايابيتس والكاتراكت واللي عنده بيبتيك ألسر الكلام ده كله ممنوع استخدامه. حتى اللي هياخد ديكساميثازون فهو على اللونج ران ممكن يجي له كاتراكت. طبعا في ممكن يستخدم احيانا بيستخدم الجرانيوسايت كولون ستيمليتنج فاكتور، برضه ده فكرته انه بيزود نسبه الجرانيوسايت الكتير في البريفري، وبالتالي الجهاز برضه يقدر يعملها إلى بيشوف بيزود إلى نسبة يمكن من 4 إلى 8 أضعاف، 4 إلى 8 في 10 أس 10 جرانيوسايت أكثر من المطلوب ب 8 مرات. الجرانيوسايت بتتاخد من 5 إلى 10 مايكرو جرام لكل كيلو، بيتاخد من 8 إلى 12 ساعة قبل الكوليكشن وبعد كده يتم الكوليكشن. بس مشكلته الشديدة في موضوع السبلينك رابشر. السبلينك رابشر ممكن جدا يبقى فيتال، وبيبقى لو انه جاء البيشنت، يعني لو حصل البيشنت فغالبا بيبقى فيتال، لو حصل لدونر عادي فممكن يتسبب في موربيديتي عالية جدا له ومشاكل في الابدومن وحاجات كبيرة يعني. ولذلك انه من المفروض اللي بياخد الجرانيوسايت كولون ستيمليتنج فاكتور المفروض ان هو يبعد عن اي رياضات عنيفه في هذا اليوم نهائيا. الستاندرد بيقول انه لما نيجي ندي طبعا الثرابيوتيك للجرانيوسايت ده في محاضرات اخرى خالص، دي تخص البلاد ثيرابي، ده موضوع تاني. انما احنا بنتكلم على الكوليكشن والستاندرد. الستاندرد زي ما قلنا ككميه قلنا في واحد في 10 أس 10 جرانيوسايت في اليونت الواحدة. المفروض لما أنا أجي أديها للمريض فلازم أبقى مراعي الـ ABO بتاعتها، لازم الـ ABO بتاعتها تكون ماتشد مع المريض لأن فيها كمية كبيرة. برضو لو نلاحظ بيبقى أيضا فيها كمية كبيرة من الـ RBCs، فعشان كده كمان الـ RH المفروض إن هي تراعى. الكمية اللي جمعت بتحفظ في درجة حرارة من 20 ل 24، ولكن لمدة 24 ساعة فقط، من 20 ل 24 لمدة 24 ساعة فقط. وده أيضا من التحديات اللي بتخلي بنوك الدم كتيرة بتحاول يعني أو ما بتعزف عن إن هي تجمع الجرانيوسات.
الراديشن ده مانداتري لكل الكومبوننت، لان اصلا هي لما بتروح لشخص بيبقى عنده الاميون ديفيشنسي. الاجيتيشن غير مطلوب نهائيا وغير محبذ. استخدامنا للمايكرو اجريجيت فلتر او حتى البري ستورج فلتر استخدامهم مرفوض تماما، لانه انا لو استخدمته هتخلص من الليكوسايت. زي ما قلنا اخر حاجه انه الار اتش لازم تحترم فيها، لان فيها كميه ار بي سيز وارد يكون معاها بواقي ار بي سيز، زي بالظبط كميه الار بي سيز اللي ممكن تكون باقيه في البليتلت هول بلاد درايف بليتلت. برضو لازم تكون سيرو نيجاتيف لسايتو ميجالو فيروس، لان انا مش هقدر اعمل لا ليكو فلتريشن اللي هي الحاجات اللي بتقدر في الاذر كومبوننت تنفع معايا ان انا استعيد عنها، استعيد من السايتو ميجالو فيروس سيرو نيجاتيف كومبوننت. كده جزاكم الله خيرا، هي محاضرة سريعة بس بسيطة عشان نكمل الكومبوننت بروسيسنج كله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.